الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليصدر الناس أشتاتا لأوامر قضاءات خير أيها. فاطمة أبو عام رئيسة جمعية رتاج الخير للرأفة والتضامن، اليوم كيف كتشوفوا حنا نظمنا هذه المسابقة ديال حفظ القرآن والتجويد بالنسبة للأطفال اللي عندنا في الجمعية اللي كيستافدوا من حفظ القرآن والتجويد مع الأستاذة سميرة. يعني درناها بمناسبة ذكرى المولد النبوي، والحمد لله كانوا الأطفال في المستوى، وراكم حضرتوا تبارك الله القراءات ديالهم والقواعد وهذا. كنشكروا الاستاذات اللي هما متطوعين لهذه المساله ديال حفظ القران، وكنشكروا الجهويه بريس الحضور ديالها الدائم معنا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل في الجائزة الأولى. شكرا ماما وبابا. ديال يوسف يرو. سميتي يوسف، ربحت في جائزة، جيت أنا الأول في مسابقة القرآن الكريم اللي دارتها رتاج الخير. نشكر الأساتذة ديالي وماما وبابا. سميتي إيمان، ربحت في الجائزة الثانية. كنشكر الأستاذة ديالي نجات اللي علمتني القرآن الكريم. تي نعمة، وشاركت في مسابقة ديال القرآن الكريم اللي نظمتها جمعية رتاج الخير، وكنشكر الأستاذة ديالي سميرة اللي علمتنا القرآن.